ميسوان شوفوا الاسامي سامر السنلا والجيران دي مش عندي اصلا مستلم اي بكا خليها تيجي شويه كده الناس عشان عارفه انه في بكا كلمنا نسوان حلو كله معاك لكن ما في مريا مرتين كده يا اخو ذاته الله يرحم ذاته يعني مع انه ذاته صالح في الحل دي شاكله دي طوالي مع الناس دي خلفت ذاته واحد شمتانين رغم انه لا شماته في النوم ربنا يرحمه ربنا يرحمه واغفر له عادل تعال فيشنو طبعا بتستنى ليك ما في اي مرجوع فدارين انك تسخن البكا شويه والله انا معاي ضيفات اجيبهم واجي عايز وقت شويه بس يعني عنوني كده لكن الله اعلم تنجيلي دموع هاي عشان الزول ده ما عنده اي وجه بالمناسبه داري حاجه كده حركة وانا قالوا لك وجيعه الله لك بتدي من حجر بس عايزين نعمل الواجب سامح بنوني قايته جيبها وتعالي سامح محفوظ كبسور مات ايوه كبسور مات لا 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 يا كبسور لا ما جينا قانون وإجراءات البدابة على الملاك ولا غنى معايا خلينا يا الحافظ المواد يا المنظمة بحد جداد اللي لك بزور يا بنت امي استغفري الله ارجعي على فمك ارجعي الحي يبقى من الميت النبي الرسول فيك كان ترجعي مات كيف؟ والله يا اخي مات غرقان غرق في البحر؟ اي والله كلمني هسه قبل شويه هاشم مدنس عمك ده بالليل ده قال لي اي قال لي لقوا هدومه في جنب القيف والنظاره بتاعته وطاقيته وبطاقه بتاعته خدته 3000